صباح الخير مشاهدينا، إن شاء الله تكونوا جاهزين لتمارين اليوم، إن شاء الله تكون عندكم الكرة المطاطية لأنه ما في بديل لإلها، لازم تكون عندكم الكرة المطاطية، وهيدي كتير سهل تقتنوها بالمنزل، وكتير يعني فيها في عندكم كتير تمارين ممتعة فيكم تعملوها إذا مش حابين تروحوا على النادي باستخدام هذه الكرة. خلينا مع بعض نعمل تمارين أحماء سهلة وبسيطة عليها، فبس رح نقعد شايفين شو حلوة، وهي كمان القعدة عليها كتير مريحة، أنا كتير بفضلها بدل الكرسي، إذا كنا عادة بالمكاتب في ناس ممكن تاخدها، بس في أحجام كبيرة على فكرة مش ما بتكون بهذا الحجم. فخلينا نبتدي مع بعض، ناخد نفس، نروح على جنب، رح نعمل شوي تمدد، افتحوا شوي الإجرين لتتوازنوا، أوكي؟ تمدد أعلى مهل على جنب للخصر، بنروح على جنب قد ما فينا، بنعمل ستريتش، إذا كانت كرة كتير صغيرة كمان فينا نوصل للأرض، ما في أي مشكلة، بس ما تجوا لقدام، يعني ما تميلوا على قدام، خليكم على جنب دايما. أعطوني اثنين بعد، بعد وحدة لفوق، هلا لقدام، دخلوا الصدر على جوا، لما بدكم تاخدوا نفس بدنا نفتح الصدر والكتاف على ورا، طلع النفس هون، راح نفتح عن جديد لقدام، ناخد نفس، طلعوا نفس، اعطوني بعد مرة، هلا من هون شدوا لفوق ورجعوا، نشد لفوق وبنرجع بنعمل تمارين احمى، اوكي؟ اعطوني برمي كاملة لورا لورا، كمان زيت الشي، رح نمد رجل واحدة، اوكي لقدام، رح ننزل ستريتش ونرجع نطلع، بس حتى نمدد عضلات الرجل الخلفية، ولما بتنزلوا ستريتش ما تنزلوا الظهر ميل لقدام، لا فشوا الحوض لورا ومددوا الظهر لقدام ورجعوا اطلعوا، يعني فينا نحاول نمد لقدام ونرجع نطلع، نمدد عضلات الرجل الخلفية عشان إذا عملنا هلا تمارين ما تشد معكم بقوة، مدوا الرجل الثاني، فشوا الحوض لورا، ظهر مستقيم، بنمد لقدام ونرجع نطلع. من لقدام نرجع نطلع، حتى هذه الحركة بتريح أسفل الظهر، وإذا كان في عنا شد ورا رجل الخلفية، عضلات الرجل الخلفية بتساعدنا هذه الحركة. هلا على ما رح نبتدي بالتمارين، هنبتدي بالعضلات الكبيرة مثل ما قلنا دائما على طول بنستهدف العضلات الكبيرة، فرح نبتدي بالسكوات، رح خلي الكورة هون قدامي، الرجلين بعض الحوض ودائما نكبسهم من الكعب، خلوا كعب رجل على الارض، افتحوا شوي الاصابع على برا، ركب على برا، الظهر جالس، بدي انزل واطلع لتحت، نرجع نطلع تحت، نرجع نطلع، خلوا الكورة فينا نقوم مستوى الصدر والاكتاف، اوكي هيدي للناس اللي ما بتقدر ترفعها لفوق، لانه اذا رفعناها لفوق ممكن يكونوا رجل كعب رجل يطلع عن الارض، فاذا كان عندكم الليوني وكنتم متمكنين من تمرين السكوات بدي منكم ترفعوها لفوق وترجع تنزلها، اوكي؟ اهم شيء لما بتنزله الظهر يضل جالس وكعب الرجل يضل على الارض لما بنزل سكوات، اوكي؟ اذا لا خلوا الكره قدامكم انزلوا وطلعوا بالشكل الصحيح، اهم شيء التكنيك. ثلاثه بعد مع بعض، اثنين، واحد، هلا من هون رح نروح يمين شمال، لما بتلفوا يمين شمال ما تخلوا الجسم رخو وتكونوا عم تعملوا انتم رخوين، بدكم تشدوا حالكم كثير منيح وتعملوا تحسوا بعضلات الخصر والبطن وانتم عم تعملوا هيدي الحركة. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، هلا بدي اياكم تبرموها، بس وانتم عم تبرموها رح نروح بهذا الشكل نفس الشفل ونطلع لفوق، اوكي؟ شفل نطلع لفوق. ثلاثة، برمي كاملة للكتاف، بنطلع أربعة، خمسة، ستة، كثير بتسلي على فكرة، سبعة، ثمانية، بس هلا هدول تمارين بسيطة عم ببلش فيها، تسعة، هلا حبلش صعب لكم إياها. هون خلصنا أكتاف ورجلين، رح أقرب الكرسي، مثل ما كنتم شايفين أنا جايبة كرسي معي، فبدي اشتغل هلا هون عضلات الفخذ الداخلي وعضلات الفخذ الامامي، فبدي اياكم تمسكوا الكوره ثبتوا، فيكم ترجعوا لورا على الكرسي ثبتوا الظهر او بدون ما تثبتوا الظهر، بدكم هيدي الحركه تقريبا نفس الجهاز اللي بالنادي اللي بنرفع فيه الرجلين لقدام وبنشد عضله الفخذ الامامي، فاللي رح اعمله رح جلس الظهر، اوكي خلي الظهر مستقيم، رح نكبس على الكوره اكيد
على داخل حتى نشغل على الفخذ الداخلي، وبزيت الوقت رح شد لقدام بهذا الشكل كرمال نقوي عضلات الفخذ الامامي مع عضلات الفخذ الداخلي. فهذا التمرين كتير مهم للاشخاص اللي عندهم مشاكل بالركب، احتكاك خشوني او اي مشاكل تاني، بدون ما نحط ضغط عليها، بدون ما نحط اوزان. هيدا بساعدنا نقوي الاربطة والعضلات للفخذ الامامي والفخذ الداخلي اللي هي محيطة بالركبة، كتير مهمة. نعمل مع بعض 3 مرات، نضغط، نطلع النفس لما مشد لفوق، وشايفين ما بنزل وبطلع بسرعة، يعني لما بطلع فوق لازم هدي، حس بالعضلات وارجع انزل. بعد وحدة بنسكر وبنرجع نطلع. هلا من هون رح اخذ الكرسي كمان بس احطه على جنب، لانه انا بدي بس اتهدى بالكرسي بهيدي الحركة للتوازن، وبذات الوقت رح تعمل لي تمدد وإطالة لمفصل الحوض مع تقوية عضلات الرجل. فرح حط رجل عليا كرمال التوازن، حطوا آخر رجل عليا. اللي رح تعملوا رح تاخدوا هيدي لبعيد وترجع تطلع، أوكي؟ تسحبوا وتاخدوها لبعيد وترجع تطلع. انتوا هون رح تجوا سكوات على هيدي الرجل، شايفين؟ على رجل واحدة والتاني، حتمد تفتح مفصل الحوض. لما بننزل هون انتبهوا الكعب على الارض، ما في شيء على اصابع الرجل، الكعب ما بيطلع عن الارض والركبه ما بتخطي اصبع الرجل الكبير. ندفش بنرجع نطلع. بعد ثلاثة مددوا قد ما فيكم، روحوا لبعيد. 2، بعد واحدة، هيدي 1. زيت الشيء بنروح تاني ميل، انا فيني هدي بنفس المكان على الطرف، حطوه قد ما فيكم لانكم انتم بدكم تبعدوا لبعيد قد ما فيكم، اوكي؟ يلا مع بعض فشوا لبعيد ونرجع نطلع. كبسوا من الكعب تحت وروحوا سكوات على اجر وحده، ظهر ما مبد لقدام. اكيد اذا بدنا بعدين فينا نضيف اوزان على فكره لهدول الحركات اللي عم بعطيكم اياها، يعني فيني هدي وزن بايدي هون وانا عم بنزل واطلع اذا حبيت اني ازيد شده التمرين، او هيدا التمرين كثير سهل علي مش حاسه بالعضلات، اوكي؟ 2 بعد. أكيد كل تمرين حاولوا كنت تعملوه 10 إلى 12 تكرار وبتعيدوهن مرتين أو 3. هلا بعد هيدا مرنا عضلات الفخذ الداخلي والأمامي. ما تنسوا العضلات كتير مهمة لحتى تكون عضلات رجلنا قوية والركبة ثابتة، هي عضلات الرجل الخلفية وهي أهم عضلات. فالتمرين اللي رح نعملوه حيكون شوي صعب بس رح لازم نعمله، لازم نتمرن عليه. بدي اياكم تناموا على الأرض، حطوا اخر الرجل على الكوره، ثبت الظهر على الارض. اللي رح اعمله رح ارفع شوي الحوض، لما برفع الحوض رح اسحب الكوره اللي عندي وارجع مدها، اوكي؟ اذا بدكم انزلوا بس هي الحركه المفروض انا ضلني ثابته فوق واسحب لعندي بهذا الشكل وارجع لورا. بهيك بكون عم قوي عضلات الرجل الخلفيه. هذا التمرين كتير صعب اكيد على بعض الناس ممكن يكون، فلذلك الطريقه الاسهل اني اقعد على الارض بهذا الشكل واشتغل على رجل وحده بس. اذا ما فيني اني اسحب اضغط عليا واسحب لورا وارجع بهذا الشكل كرمال قوي عضلات الرجل الخلفيه. اذا هيدي الحركه كانت صارت سهله، ممكن اني اذا ما قدرت اسحب بالاثنين اني اثبت رجلين وادفش الحوض واطلع بهذا الشكل، بس اني اضغط من كعب الرجل، لانه انا هون هدفي مش بس الارداف، كمان هدفي اني قوي عضلات الرجل الخلفيه. بعد هذا التمرين ضروري نعمل تمرين لعضلات الكورة وعضلات البطن، فأهم تمرين هو يكون البلانك. أعطيكم أكيد مستويات لأنه كتير صعب نعمل بلانك على الكورة، ففيني أخذه بهذا الشكل، كون على الركب وسع شوي عضلات البطن مشدودة وادفش لقدام وثبت بهذا الشكل، عد لثلاثة أو خمسة وارجع لورا على مهل. بأخذ نفس، شايفين الحوض مبروك للأمام، ما بنزل الظهر، هيدي كتير خطرة وكتير بتأذي الظهر فما تعملوها. لازم تروحوا لبعيد، الحوض لافف لقدام والبطن مشدود، وبثبت هون مرحلة اني ما اخسر هيدي الوضعية الصحيحة للظهر. اذا كنا كتير مناح وادفانس بنقدر نطلع مستوى متقدم، فينا نهدي وبدنا نجرب اني اطلع بهيدا الشكل، اوكي؟ كمان زيت الشيء الظهر ما بينزل، لازم لف على قدام وثبت بهيدي الوضعية من 10 ثواني وما فوق 30 ثانية، 15
قد ما فينا نطلع 20 25 هيدي اخر تمرين؟ هيدا اخر تمرين للعضلات، دائما اخر تمارين للكور دائما دائما مخصصه لانه بهوليك التمارين دائما عاده بتشتغلي عهد اكيد لازم تشد عضلات البطن اذا بتعمليهم صح، ولكن دائما بخصص فينا نقول تمارين خاصه للبطن وعضلات الكور او حزام البطن الداخلي اللي هي الاهم، اخر شيء تننهي فيها التمرين ننهي فيها اغلب التمارين هون نرجع نعيد من اول بترجع تعيدي اكيد على كل حال يعني الكره المطاطيه مهمه مشاهدينا دخلوها دائما بتمارين ممتعه صحيح. بدي اتشكرك انا فرح بكر المدربه الرياضيه.